تضامنا مع جميع أبناء الحاجة في بلدنا، تضامنا مستمرا، لا وليد اليوم ولا الغد ولا بعد الغد، تضامنا يجد منهله في أخلاقنا وتربيتنا وتراثنا. فلنسر في هذه الحملة ونواظب عليها. جنة 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 المغرب يا وطننا، جنة يا وطن يا ابو تراب، يا وطن يا ابو تراب. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي واحتراماتي لكم ودعواتي بأن يرحم الله كل شهيد سقط بسبب زلزال المملكة المغربية الشريفة، وأن يشفي كل من تضرر من هذا الزلزال وأصيب منه. كل التحية والاحترام، وأبدأ معاكم كبسولتنا. لم أجد شعب مثل الشعب المغربي، وأشهد الله أن هذا الشعب فيه من الصفات ما لا يوجد في شعب آخر. كلنا شفنا كم التلاحم والمحبة والوطنية التي توجد عند كل مغربي بالفطرة، بدون تصنع، بدون أي شيء. شفنا قد إيه هم متلاحمين، قد إيه هم كتفا بكتف ويدا بيد منذ بداية تلك الكارثة وحتى الآن. كل ده يا جماعة قد يبدو للبعض أنه طبيعي، في وقت الكوارث تتحد البشر، ربما البعض يظن هذا، ولكن من منا وجد مسؤول في أي بلد يبكي بسبب شعبه؟ مين شاف هذا؟ لما نلاقي كم الحزن الواضح الذي يحكي عن نفسه في عيون جلالة الملك محمد السادس، ما هذا؟ يعني إن دل ده على شيء، يدل على إيه؟ يدل على مدى حب هذا الرجل لهذا الشعب. يعني ما احنا شفنا كوارث كتير في أماكن كتير، لم نجد ولم نرى مثل هذا الحزن على وجه أحد، حتى من المسؤولين. يعني مش هنقول رئيس ولا ملك ولا لا، حتى المسؤولين حزن بين لدرجة ان هناك اصوات على وسائل التواصل الاجتماعي تنادي بانه لا تحزن، كل هذا الحزن يعني عمالين يناشدوه انه ما يحزنش بهذا الشكل، وان الامور باذن الله ستمر، ويعني قضاء ربنا فينا وقضاء عدل. كمان من الحاجات اللي لفتت نظري بكاء ولي العهد الامير الحسن الثالث يبكي، والبكاء واضح. يعني ما هذا؟ ده ايه يا جماعه؟ ده ايه؟ والله، ثم والله، بلا تملق ولا مجاملة، ولا لم أجد ولم أرى مثل ما رأيته في هذا الشعب وفي ملكه وولي عهده. شيء غريب. ناهيكم عن المواقف
اللي بتتداولها الفيديوهات اللي بيتم تصويرها ربما عشوائيا، يعني في حاجات كده بتتصور عشوائي يا جماعه وبيتم يعني نشرها على وسائل السوشيال ميديا، حاجات عشوائيه ما هيش مقصوده، يعني حاجات عشوائيه كده. من ضمن المواقف فيديو انا هسيبه لحضراتكم في نهايه الحلقه، فيديو لرجل مسن، الفيديو كله مدته حوالي 36 ثانية، يعني نصف دقيقة تقريبا. أقسم بالله أن من أراد أن يتحدث عن هذا الفيديو محتاج ساعات وساعات وساعات ويمكن أيام، ومن أراد أن يصف ويكتب هيكتب مجلدات، عايز عشرات المجلدات عشان يصف هذا الحدث. رجل مسن يركب دراجة ويضع فيها أو خلفها كيس قد كده مساعدات اللي قدر عليه، لكن عاوز يشارك، عاوز يقول احنا ايد واحدة، عاوز يقول احنا المغاربة اهو، كل من في استطاعته شيء بيعمله. مشهد مؤثر لدرجة مش ممكن حد يتخيلها. انا شخصيا انفعلت داخليا لهذا المشهد، ومش عاوز اقول تمنيت ان اكون مغربي مثل هؤلاء الناس. ما هذا؟ ما هذه الأخلاق؟ وما هذه التصرفات؟ يا جماعة هذا هو المغرب، وهذا هو الشعب المغربي، ومن لا يعلم عليه أن يعلم ويعرف من هم المغاربة وما هي المملكة المغربية الشريفة. هم دول اللي بيتعاملوا بأخلاق الدين، هم دول اللي بيتعاملوا بأخلاق الأخوة، هم دول اللي بيتعاملوا بأخلاق الجماعة، بأخلاق الجماعة. اللي في إيدي ليا والأخويا والأهلي والناسي والحبايبي والبلدي والشعبي، هو ده المغرب الشريف يا جماعة، هو ده الأرض الطيبة والنسل الطيب، هم دول. اللي ما يعرفش حاجة عن المملكة المغربية الشريفة ويشاهد هذا الفيديو اللي مدته كلها نصف دقيقة تقريبا سيعلم جيدا ما هو أو من هو الشعب المغربي صغيرا أو كبيرا. مش عاوز أقول لكم مشاركة الأطفال طبعا، كمان مشاركة الأطفال، يعني أحد الأحبة لدي في المغرب الشريف حكالي بيقول لي طفل كان حاطط بيحوش فلوس عشان يشتري لعبة معينة غالية شوية، فأخذ الفلوس دي وراح اشترى بيها حاجات من الماركت وتبرع بيها. والدته بتقول له انت ليه عملت كده؟ قال لها انا مش عايز اللعبة خلاص، انا مش عايزها. طفل ربما 4-5 سنوات او اكتر، هي دي روح المغاربة، الروح اللي ابهرت الدنيا، الروح اللي مهما نتكلم عنها مش هيحسها ويعرفها الا اللي في قلبه ذرة من الإنسانية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم شهداء المغرب الشريف، وأن يشفي من أصيبوا، وأن يجعلها دائما أرض سلم وسلام وأمن وأمان وخير لا ينقطع. اللهم أمين رب العالمين، وأشوفكم في حلقة جاية بإذن الله ومش هتأخر عليكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك؟